وزانه وكريم الخوض ضيف ربي يحيك لمتانه ما تجني من هالدنيا كان فالك ودعي ومن والدين فرحة بالبيها وبقلبها حنين وزانه وكريم الخوض ضيق ربي يحيك لمتانه ما تجني من هالدنيا كان فعلك ودعي ومن والدين فرحة تنتيها وبقلب حنين رمضان مبجل بالبركة زارنا فيه الخيرات السبعة والتقوى تزيد تونس يا بلاد الرحمة من عهد جدودنا نجمة تذويك الشمعة في ليلة عيد افرح بالسيف وزانه وكريم الخوت ضيف ربي يحييك الامثاله ما تجني من هالدنيا كان فعلك ودعي ومن والدي فرحة تديها وبقلب حنين يا ناجي يا ناجي ايش 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 اسمع هذا ان شاء الله خير قال لك يهشم راس صديقه بدلاعه فيدخله الانعاش اسمع بدلاعه اسمع هذه تلقاها ني الدلاعه اي وعلاش تعرف ما هو على خاطر احتسى يا كميات مهوله من بنت العبه تعاركوا على عنقود عنب يا رسول الله لا يا راجل قال لك احتسى يا احتسى يا احتسى يا اش معناتها احتسى يا مو باش ما يشوكيوش القاري يقولوا احتسى في عود يقولوا قبقب 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 حتى خرج من خشمه وبنت العنب عاد شكون ما يعرفهاش بنت العنب شكون ما يعرفهاش باهي الزبيبه لا هذيك بنت العنب المكمش صباح الخير صباح الخير خويا صباح الخير صباح الخير خويا ناجي تبيع شي جرايد اي جرايد عندي اما جرايد اليوم يخطو العشيه اسمع انا راني حاجتي بجرايد بالفرنسيس بالفرنسيس عندي عندي لوطو نتاع البارح وعندي لابريس نتاع نهار الاحد اما من غير ماجازين شوف خويا ناجي تقريبا ما فهمتنيش مليح انا نحب على جرايد نتاع فرنسا جرايد فرنسا عددهم فيهم اخبار فرنسا اش مجيبهم يلوجوا في اخبارهم عندنا مثلا واحد تونسي عايش في فرنسا كيفي انا على خاطر هوني كل فول لهي في نوارو اما ثم جمرك بحث محطه الكار تلقى عندي اما مجلات مش جرايد ما يسالش خير من بلاش هاتا ونمشي لوسط البلاد لهالجمرك اللي نعتني عليه اسمع اسمع تحبش نسلف الكعبة نوفيلوبس أما قديمة شوية عندها ست شهور خويا حمد ربي كثر خيرك أما أنا والأخبار البيتة مناش صحاب بالعكس هالأخبار ديما يلكلكوا فيهم هما عمرهم ما صاروا سيبها 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 لما لقيت الجرايد فرانسيس أرجعلي علاش عندي عظم مويز عربي متاع فرنسا متاع فرنسا ناشي ايه هاكم من مبين صح عليكم هاد يا اخي وينو بها خرج يشرف الجرايد قالك توحش الاخبار ويحب يعرف ساير في الدنيا جاب ربي راجلك جاي مفرنس تو بربي واحد جاي للخلاعه الواه
ما هو باش يعمل الفيد. اش يعمل؟ الفيد. معناتها يلزم يفرغ مخه من المشاكل، من الخدمة، من الأخبار، ملا باش ينجم كاكا يعاود يشارجي لي باتري بتاعه. والله يا خويا كريم أنا عام 12 شهر عامل الفيد هذا اللي تحكي عليه. اي نقوم الصباح نمركز وعاتي في السبيطار ومن بعد نشد دويرتي. أنا أختكم من اللي نقوم اللي نرقد ولدهك التطيب الغبيبر التسيق المسحان المعونة. مسكينة أختي، علاش ما تشوفش بنية تعاونك؟ تي احنا بوحيد ويجعلنا شي نخلطو. شنو هنا؟ قول الحمد لله. الحمد لله. آه ميرات، أياش قولك تمشي مع أخوك كريم ونعملوا مارشة على حرف البحر؟ اي والله فكرة هايلة، خلي الواحد يصرح سقيه. هيا انا مارشة متاعك، يزمك ساعة تمشي المخشي مش تقضينا الفطور. فطور؟ وي الفطور سيفري، عندك الحق. وانتم شنو وين تعملوا فطور؟ ها عميرات، الشاهي تاكل بابا اليوم؟ والله انا شاهي الحوت، من اللي جيت لهنا وناوي على شبع بالحوت. مشات معك ملا، هيا نهزوا القفة ونمشي ونعملوا مارشة في المارشي. خل نشوف أموري ساعة. أي أي نتوكلوا على الله. أي شبيه شبيه خويا مو لاباس؟ كرشي كرشي. واه أي عامل كوراج برا مع كريم. كرشي يا 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 زعما غاز؟ عندك شي لخرة دوال كرشك؟ لا لا كرشي لاباس، بالعاني رميت القاتلة باش ما نمشيش مع السكراني من المرشي. واه هذا الكل بخل؟ زعما بخل متاعك، ماك تعرف كيف نمشي للمرشي، ترسي لي نشري ونقصي وندفع معاه. تعرف كان باش تكمل تخدم مخك كيما هكا لما يفيقوا بيك، راهو كريم كونطابلي ومهف وعينيه كلهم زور. زعما اسمع، تدخل البيت وما تخرجش منها نهار كامل كي قدر عليك ربي، وشد صحيح كي يجي واحد كرشك كان تبرا فيه على ما يشكوا فيك. لباسه. يا 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 مرا، خد بالك لا يصير لك كيما ماتاري. كيف شكون؟ كيما مارغريتا الرقاصة شهيرات ماتاري. سي حمدة ما تقوليش الشمس اليوم قوات على رويسك. لا لا، أما أختنا هذه ماتاري شدوها بالكمشة هكا تتجوسس كيفك. يا أخي صار فيها ما صار. سبع الطاف من الألطاف الخفية. لا عاد ها أنا وياها مانيش كيف كيف. هي تتجوسس أما أنا ناس على دويرتي. نعرف نعرف، أما كما يقولوا عساس اليوم جاسوس غدوة. صحيتك، أي توا اكبس لي روحك باش تهز التابل للطاحونة. ما بتعرفي ما نحبش نمشي للطاحونة. عليه إن شاء الله خير. على خاطر غادي يختلط التابل بالحابل. هات عليك خويا كريم. خلي عليك يا بهاء، خلي راني وصلت. جهدي طاح. ياما ياما. ايوه شنو هي هالسخانه هذه؟ تعرف خويا كريم، درتها شليله ومليله وما لقيت هالمجلات، كان في كيوسك مطرف. كيوسك بتاع جرايد؟ لا سيدي، نتاع ايسونس. علاش ما ثماش مكتبة؟ لا المكتبة موجودة، أما ما تحلكها في سبتمبر مع دخول المكتب. حطيتي جدا يا بهاء، راك في بلاد متاع خلاعة هوني العباد، لا تقرأ ولا تخدم خويا، مش كيفك أنت. أنا سيدي ما نجمش نقعد بلا جرايد ومجلات، وبزايد أنت تعرفني أنتروبولوج،
يلزمني نلاحظ تصرفات الإنسان في محيطه واللي هي بدقة الملاحظة. تبارك الله على نسيبي وعلى دقة الملاحظة متاعو، حقك تخدم زادة مفتش بتاع شرطة. شكي حلو في الرشطة واحنا نستنيو في القضية. يا أخي هما تمهم حاجة، المفيد كيجي وقت الفطور يلقاو الماكلة حاضرة. اسمع سيدي، شفت هادية كيفاش؟ في ساعة أقلمت مع المحيط هوني. لا سيدي اتهنى، 25 سنة في باريس هزت محيطها وعايشة به في محيطهم. شنية هالمحيط هذي؟ لا 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 يا هادي، هذه حكاية متاع أنتروبولوجي، هذي صعيب عليكم. احنا ما يصعب علينا حتى شيء. بون خلنا نوصل القضية الكوجينة، ما عادش بكري على الفطور. حقك ريم، أميرات راه مسكين مصبيح وهو يتلوى بالوجيع. أبا يا أخي طلع مريض لهالدرجة؟ عيب عليك يا كريم، انت كيفاش عميرات مريض وانا ما في علميش؟ يا ولدي والله العظيم ما في باليش الحكايه سيريوز لهالدرجه انا. هيا قوم سيدي، قوم نمشي ونطلوا عليه. هيا برا قوم، ان شاء الله لاباس برك. عميرات عميرات، ها خويا كريم وخويا بهي جاو يطلوا عليك. تفضلوا مرحبا. عميرات مولا باس يا خويا الغالي، مولا باس. ما عندك سوي يا عميرات؟ كرشي كرشي. ترى كيو يقلي بالسخانة وشو قد أصفار، ما تكون كان معدة. يا لطيف يا لطيف على الراجل، اتمس شملة هو راهو منصله قليل جهد. يا كرسي يا 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 قل لي بابا خذيت شي دواء؟ لا وكل فليجة اللي رحلت فيها الفارماسي متاع السبيطار ما لقيتش فيها دواء متاع معدة؟ ان شاء الله من هنا الوقت الفطور تتنحى الوجيعة. فطور؟ ما يلفوش ولا يا ولدي اش من فطور؟ تلزمك البرودو نهارين ولا ثلاثة وشوف وشوف. هاي كرسي هاي خسارة يا بهاء خسارة، ساعة اليوم خذيت كعيبات قاروس من المرشي يفرفتوا تفرفيتك. قاروس يفرفتوا؟ عطوا الفرفت لك كعيبات حوت في البرودو. برودو اختي انا بالله على عينك ما تعرفوا يعز علينا. بهاء هنمشيو نعملو غطسة احنا مادام حضر الفطور. هذاك هو انا معاك. يا كوراج بابا كوراج. يعيشك. هذاك درش كلاه هذاك. يفضلكم. هكا ما لقيتو تعملو قاروس كان وقت اللي انا مريض. قول لروحك هكا راسك تكل في البرودو. ما تقوليش صدقت روحك عاد. لا اما وين تحكي على البرودو كرشي تولي تمعس. يا اخي بجدك مشي البحر ومخلي الرجل يتلوى بالوجيعه؟ طوي يجي منه حياه نهز الرجل معايا هو فك الحاله. ليه؟ أما ما يلزمكش تخليه مريض وتمشي تتفرهد، أبخيتو هو الضيف متاعك. حتى أنا زادة عندي ضيف واحد آخر يلزمني نهزو ونفرهدو. كريم طوب الله قول لي شنعملو، نمشي نبنن بيه حتى لين يرقد؟ ليه؟ أما على الأقل تمشي تشري له دواء من الفارماسي ولا تشوف له طبيب. يا بنتي في الجهة هذه ما فماش طبة، كانش فيتيريني. كريم يا بنتي بجاه ربي قل لي البلاصة هذه راهي متاع خلايعية، لا فيها إرجانس ولا فيها كلينيك. أخرج أسأل سيغمون تلقى طبيب باهي، تي احنا في بلادنا بتحير باش تلقى نجار باهي وما تحيرش باش تلقى طبيب سبيسياليست. باهي يلا خليني الأخرى نمشي نقول البهاء باش ما يستنانيش ويسبق هو للبحر. أنا بحر نتاعك، باهي قاعد في الكوجينة وقال لي ما يجيش واحد يمشي للبحر ويخلي نسيبو مريض. شاخت عندك يا كريم، عندي نسيب مريض ونسيب مرض.
خويا نيجي. أهلا أختي شادية، تفضل. سمحني نحب على شكرف حم حاشيك. حاشيك ما مسو. اي قدش تحب عطي لك 5 كيلو؟ اي يعطيك الصحة والعافية. على ذكر العافية، باش تعملوا باربيكيو كيف العادة، سخانة ربي وسخانة المشوي. الله ليش شقيك، هاو عندي اقتراح انا، علاش ما نشعلكش كانون متاعي ترمي منه جمرات على البربكيو متاعكم اسهل لك. اي يعيشك ولا يشقيك. سامحني ما جاش البالي، تفضل. يعيشك. بمية. يعطيكم الصحة. يعيشك. خويا ناجي، ميلا نستنيك على جمرة. انت جيت يا تفكرني في اسمك. لا اسمي را بيبي، خلي لهم بعد مزروبة. صحيت سي ناجي، صحيت. هذه هي اللي يقول لك غيب يا فار العب يا قط. اهلا بسي الفار، اهلا بسي رفيق. خش فيك بتيت بتيت، خاطر ما في باليش اللي الماء يلعب تحت البطيخ. بالحق شاي شوية بطيخ، شاهي التفشيخ. تفشيخ خش بيك تهز وتنفض، نهز ونلطخ. وانت قاعد تشعل في النار. بكرة حبيت نشعل الكانون لأختي شادية. أختك شادية، حتى أنا أختي شادية. والله إلا ما نحرقك كيما حرقتني يودي خي. صفا لاباس، صفا الطاب الكل، ومتغش عليه بزادة. وقدامك انت راه بالي راجع. لماذا غضب سمير؟ لماذا؟ كان سمير يحلم سوف يحصل على الدراجة قريبا، سوف يشتريها له أبوه. أبوه فدي تروحي طلعا هكا، هو ما عادش فاهم. هاتوا نمشي نقول لهم تاو لاباس والوجيعة كل تنحات. وعد الله عليا وعلى جيني وعلى السعدي، ارجع ارقد فوق الفرش، هام جاي وجابوا معاهم طبيب. طبيب؟ اي كرايم جاي وجاب طبيب باش يعدي عليك. فاش 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 قام؟ واش عنده ما ي... مرحبا مرحبا دكتور. هاكا ريقد. باقي يتوجع المريض نتاعنا؟ الوجيعة اي مرة تغيب ومرة تحضر. هاتوا نشوفوها الوجيعة. قولي فاش تحس؟ نحس في الوجيعة. اسمع راني زميلك فربلي. خليكم على راحتكم. فين تحس فيها الوجيعة؟ في كرشو. اي اي يا كريم تخلي هو يقول له. هوني توجع؟ يا 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 لا رات. وهوني؟ وهوني؟ حتى هوني عندك وجع؟ فرملي وديليكاتو. قل لي اش كليت الصباح؟ كاس ماء على الخواء، قهوة، حليب، زوز توابع سكر، مغير في عسل، فطيرة، وشوية قوتة. لا حد شيء مكلاه، يقطع له شي يعلف، وهو ذمي مكا، ما يضر عليه حد شيء. أما يا كريم يا خويا، يخلط ويجلط، هو سبب الوجيعة متاع كرشو من هذاك. لا لا لا، سبب الوجيعة يضر لي من كاس المال اللي خذاه على خويا. اسمعني، بنادنا، حتى الفطيرة ما عندك فيها ما تقول. يا ربي كيف تعرفوا الدياجنوستيك متاعه؟ علاش مخرجيني من داري وجايبيني في القوايل؟ بهاء لهاء ارفع شويه مش كسربان. راه سامحنا الدكتور. دكتور
هكا قدامك عادش على احنا هنا على جنب ما. بالله سامحني يا حكيم، لو كان عندك حاجة ولا حاجة ناقصة في الماتريال تلقاها عنده راه. بعدك ما نار يا حبيبي نار. نجي باب يا خويا. مرحبا مرحبا. شنو جرست يا اخي؟ شعلت كانون في القويلة؟ لا لا هذاك للبيع. هي عاد تجربوا قبل ما تبيعوا؟ لا قبل كنت نبيع في الفحم بسوم، تو وليت نبيع في الجمر بسوم اغلى. اغلى كيما يقولوا فيها، تشعل النار في الاسوام وتقول الدخان منين انت؟ هاك وليت تفهم. اختي شاديه، اختي شاديه. وي تفضل. اهلا اختي شادي، قولها احضر الكانون. بربي كي تكمل بيه قولها ترجع لي الشقف. يا ربي ترجع لي الكانون، يحترموني على الاخر. حيت مش برشا نقي. هاي الحكايه طلعت بالمجد، علاش مش خوك بوراوي يعمل نصبه ويبيع فيها الجمر حاضر؟ نقي عندي مشكله في الافار. شنو هي المشكلة؟ الكليون اللي باش نبيع له الجمر، فاش باش نقرطس له جمراته؟ صحيح. نجي عندك ستال فارغ؟ لا. يا عميرات يا عميرات، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسب ما قلت لي ما ظهر لي كان العسل ولا القوت عملوا له حاله تسمم. ديجا اعراض التسمم ماهوش واضحين برشا. يطلعش من الفطاير اللي كلاهم الصباح؟ شبيه من الفطاير؟ كلا كعبه برك. اما لا الدكتور بعد انك على حسب ما فهمت ثم احتمال كبير باش يكون إلسار. لا 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 لا، الوجيعة موزعة على كرش الكل. لو كان جاء إلسار راهي الوجيعة لو كان زي في بلاصه واحده. قل لي دكتور، يطلعش هلوس. بون زي تو باش نكثروا الاحتمالات، ينجم يكون هو معكوس، لذا نستناو من هنا للعشيه. اذا الوجيعة ما تنحتلوش طولوا شو قولوا. كريم علاش هالفيل؟ الساعة يلزم تهزوا النابل عند طبيب مختص. انا راني طبيب صغار، وغاديك يعملوا له فيبروسكوبي، هي اللي مش تعطينا الصحيح. يا دكتور أو لازم منها الفيبروسكوبي. أنا هاني كتبت لك جواب للجاسترو وهو يقرر. إذا الفيبروسكوبي ما عملت شيء وقتها ترسيلك كولوسكوبي. لا 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 لا، كولوسكوبي ما نعملش ما نعملش. يا عميرات يا عميرات يزي، لازم يعيش خويا. كيتو شنو عميرات؟ مناش خايف؟ كيما هو باش يبنجوك من شعر راسك لترات صوابع ساقيك. ولو يبنجوني الكولوسكوبي لا. هاو الوجيعة بدات تنقص. كريم هذا البيدياتر طلع ضربة ضربة. قل لي دكتور، توا نحكيو على الريجيم. الريجيم اش يلزمو ياكل بالضبط؟ اولا يلزمو يشرب برشماء، ومن بعدين الطبيب الاخصائي يعطيه ريجيم يلزمو يتبعو وان شاء الله لاباس. وتوا عاد يلزمك ترتاح وتحاول ترقد. تفضل. بارك الله فيك. هات عليك خويا. يا زي بها هبلت ولا شبيك؟ هذاك عميرات خويا هذاك. لا حتى انا نحبه راه. ترى شدك؟ تعرف كيفاش؟ انا عليا الفيبروسكوبي. وانا عليا الكولوسكوبي. اخويا مشات معك. قداش لازمك دكتور؟ صلي على النبي يا راجل، انا راني جاي في خلاعه كيفكم. ان شاء الله يطلع لاباس. باهي مالا تعرفش كيفاش؟ هاي الكارت فيزيت نتاعي. اي وكان اهبطت عليك ريدريسمون وانت في الخلاعه. اوكي اجا لي انا نخدم لك بلاش. يا مرا يا مرا هاني جيت. شبيك لتو؟ الله غالب، لقيت الطاحونه بالصف، العباد الكل صفحه ترحي.
قل لي يا اخي عملت لنا حوت مشوي؟ لا، عملت مقرونه كذابه. الجيران عاملين حوت مشوي. شنو ما خيبك يا صنعتي كي راك عند غيري؟ يا راقيه، جيب لي شطر قارصه من الكوجينه. فاش قال باش نعمل عصره قارص على ريحه الحوت المشوي، ثماشي ما تتحلي شاهي على مقرونتك الكذابه. واه يا اخي ما فطرتش؟ ما نحبش، قلت لك البرودو هذايا بتاعك ما ناكلوش ما ناكلوش. على كيفك. مش وحدك محصور راهو، حتى انا زاده، الجماعه كلها بتعوموا، كان انا رصاتي قاعده هوني، يجيش منه راجلي مريض بالفرج وانا هبطة نتبحبح في البحر. خرجوا الكل؟ الكل. الكل كل 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 الكل، حتى من وحيد بعثته معاهم وسيت عليه هيدي وحيت. عميرات عميرات وين ماشي؟ اه تفضل سي رفيق، قل لي انت مروح ولا قاعد تعوم محذنا؟ لا مروح عرفي، الله غالب حتى المره هذه نسيت ما جبتش الويو بتاعي. تعرف انت حاله ما يقوس منها. بون هيا خليني نخره نخلط على الجماعه. شنو يا بابا تمخمخ؟ هيا بشفاء بشفاء. يا رفيق هيا خلي علينا هاك البارافور، خلي عنا حالة مستعجلة باش نهبطوا خوك عميرات النبل. ما تخافش بابا ما تخافش، توا بعد الكولوسكوبي تتفرهد.